الكرام وين ما كنتم مرحبا بكم في عدد جديد من حصتكم كسر لاروتين، واللي والفتوا انها في كل مره تجيكم باسئله جديده والغاز جديده. انا نقول لكم نبداو نكسروا لاروتين ديالنا في اول فقره واللي هي كسر راسك. مساء الخير. مساء الخير. نلعب معك لعبه الغاز واسئله في الثقافه العامه. تداكور داكور. نبداو بالالغاز. اول لغز يقول، تبع معايا مليح، عندك خمسه اشخاص قاعدين تحت نخله. الأول أصم، الثاني أعمى، الثالث أبكم، الرابع بلا يدين، والخامس بلا رجلين. طاحت تفاحة من الفوق، أوتوماتيك مش كله واللي يقدر يرفضها. هذاك اللي ما يشوفش اللي ما عندوش رجلين. الأبكم هذاك اللي يجي يدين. أصم تا واحد. وعلاش؟ إيه اللي ما عندوش رجلين عنده يدين ياك لوجيكمون، دونك هو بلا رجلين. خطأ. علاش؟ باسكو ندخله ما فيهاش التفاح، منين نطيح تفاح؟ نروح لتاني لغز. تاني لغز يقول، من هو الحيوان الذي لا يلد ولا يبيض؟ ديكاروب. حوتة. خطأ. ولا يبيض. سيبا. الحيوانات التي لا تلد. العقيم. بنو آدم. ها؟ وين بمشي حيوان؟ البغل. خطأ. ذاكر. Yes. ذكر الحيوان، برافو، ذكر الحيوان لا يلد ولا يبيض. نروحوا لثالث لغز. ثالث لغز يقول، كلمة عندها معنى، صح لو كان ننطقوا هذيك الكلمة يروح المعنى تاعها. كلام. نورمالمون. معنى باليش. ما كانش. لا لا. صم بكم. كسروا راسكم شوية. اهدر. تكلم. سكوت ولا سوسب قبيلية. سيلونس. سيلونس. صمت. فوالا. حاجة هي ضد الكلام. السكوت صمت. صمت. الصمت. كيف؟ صمت. كلمة صمت تعبر على المعنى تاعها، صمت. سيلانس. كي تنطق كلمة الصمت يبطل المعنى تاعها. كنطقت صح. راسك شوية برد جيبها. وتعلم تكسر راسك، علاش غير هو يكسر راسه؟ نروحوا الآن الأسئلة في الثقافة العامة. أول سؤال في الثقافة العامة يقول، من هي أسرع المخلوقات البحرية؟ هذاك اللي شغل لي فلوطي فوق الماء. الروكان. السردين. السلحفاة. دوفان. لي دوفان. سبادو. القرش. الدفين. السردين. حصان البحر. لا 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 نكتب ميرلون. كروفات. الكالمار. القرش. لا سردين. كان القرش بالك. سمك التون. برافو، ها عندك الإجابة مقبل. نيل. تون. هو سمك التونة. أسماك التونة هي تعتبر من أسرع المخلوقات البحرية. ثاني سؤال في الثقافة العامة يقول، من هو الحيوان الذي يصاب بالحصبة مثل الإنسان؟ الكلب. القرد. القرد. قط. لا لا. قرد. القرد. برافو. القرد يشبه الإنسان، يشبه الإنسان ويصاب بالحصبة مثل الإنسان. على كل حال هو الحيوان الوحيد الذي يصاب بها. حصان. لا لا. القرد. برافو. القرد، لانه القرد يشبه الانسان. انسان. قرد. برافو. القرد. 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 برافو. القرد. برافو. وي القرد. نروحوا لثالث. يشبهونا. فوالا. شادي. فوالا. وي شادي. القرد. القرد هو الحيوان الوحيد الذي يصاب بالحصبة كالانسان لانه يشبه الانسان. نروحوا لثالث سؤال. ثالث سؤال يقول، هي شبه جزيرة في شبه جزيرة وبجوارها مجموعة من الجزر، من هي هذه الدولة؟ اليمن. ثلاث حروف. هذه الدولة الاسم تاعها متكون من ثلاث حروف. كاين شوية مصر. دبي. عمان. مالديف. الإمارات. جابون. شكون هي هذه الدولة؟ أستراليا. خطأ. الإمارات. الإنجليز. العاشقة. هاواي. جزيرة القمر. دبي. جزر القمر. قطر. البحري. قطر. قطر. برافو. قطر. برافو. قطر. دولة قطر هي اللي جاية شبه الجزيرة وبجوارها كاين عدة جزر. نروحوا للفقرة الثالثة والسؤال يقول، لماذا ريش البط لا يتبلل؟ احنا نقولوا ليش شعره حرش ما تشمخش شعره بالك هكذا باش ما يغرقش. هذاك مخلوق سكان بيرميابل. على باليش انايا. البط ما يدخلش في الماء. سي يدخل. تيجور لا تمبيراتور ايليفي. ما عندوش ريش. قلت باك بياج. عنده سيشوار لداخل. كاين الشمس بزاف فوقه. ينشف.
علاش ما يدخلش كاع يدخل غير برجليه؟ اوكين ايدي. خدم بالنشاف. في الجلد تاعو هناك ماده يفرزها الجلد لكي تغطي بها الريش لكي لا تتعرض على الماء. فوالا برافو. على خاطر في الذنب ديالو بجوار ذنب البط عنده غدد تفرز ماده زيتيه، هذه الماده الزيتيه تنتشر على كل ريش البط وعلى هذه تقيه من البلل ما يتشمخش. ما قدرتش تجاوب على 5 اسئله من مجموع الاسئله والالغاز. على هذه حنطلب منك طلب انك تعطيني اون بلاك ا كونديسيون هاد لا بلاك تكون ضحك. قال لك واحد مات مرتو شافوه يبكي من جبانه يبكي عليك راح يدفنوها وقعيتك. قالوا لا شي محمد تبكي بيمي كنت تحبها بزاف. قالت لا سمعت بلي زيد لها في العاده باش زيد تعذب شويه خير. قال لك واحد خطا وحده حوله راحت عند واحد طبيب حوت. قال اختي دوزوا بالوحده ما خليها غاش. قلت له ماما انا ما جيت عندك جيت عند صاحبك. ميرسي. كاين واحد يشكي بزاف من كثر ما يشكي. قال صاحبه في واحد الخطره تعرف العمود الفقري؟ قال له صاحبه اه. ومن بعد قال له هو انا افقر منه. مالي في صحاب مالي في واحد بيشغل حارس مأمره راحوا لاصحابه بدهم يخوفوه لبسوا ابيض راح يلحقهم العصاصه راح يحكي له مع ابرك انت وياه. قال لك واحد جوج حيمه جوج احميره. جوج حامير شحال سيدي زامي طريش كانوا يشوفوا في اسمه فاش تقول الحصان هذا حصان العود كانوا يشوفوا في العود كيفاش يجري. انطلق الخو هذاك الحمار قال له شفته كان كمل القرايه. لك واحد النهار واحد الخسار شغل طاح شد في طرطوه. قال لك واحد اسمه مبروك نهار العيد الكبش على كبش شفتو جارته قالت له مبروك الكبش. قال لها هذه هي الكلبه. قال لك خطره واحد هكذا شغل تفتحت يدو هكذا ومن بعد داوه لوبيطال. كي داوه لوبيطال هكذا قال له يا ودي شغل موسوس كامل من حاجه عندها علاقه مدينة الجيريا. جات هكذا الانستيزي هذيك قالت له يا ودي اسكن ندير له الانستيزي لوكال. قال لها لا ندير لي ترانسبورتاسيون. ميرسي يعطيك الصحة سي جونتي ميرسي بوكو. مشاهدينا لحقنا وإياكم لنهاية عدد اليوم من حصتكم كسر لاغوتين. نتمنى أنكم تكونوا استفدتوا شوية من المعلومات اللي شاركناها معكم. أنا معليا غنقول لكم تلاقوا في العدد القادم في نفس التوقيت. ما تنساوش تزوروا صفحة الفيسبوك اللي راهي ظاهرة على أسفل الشاشة. تشاو تشاو.